بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع. أيضا شوط الإبكار الصعوبة ينطلق على حضراتكم، متمني للجميع التوفيق والسداد والنجاح. الشاهنية راشد بن سالم الرشيدي في مقدمة هذا الشوط المنطلق. المركز الثاني جبار سليمان بن سالم المالكي على المركز الثاني، والمركز الثالث شواهين محمد بن عامر الحجري على المركز الثالث، والمركز الرابع التواجد والقدوم من شواهين حمد بن غدير الوهيبي. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى المتقدمة هنا على عرش الصدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، أعود إلى المركز الأول، إلى المقدمة للصدارة، وهنا بشعار الرشيدي المنطلق مع الشاهنية راشد بن سالم الرشيدي. من يتقدم على المركز الأول؟ المركز الثاني، ثاني المراكز، والقدوم من شواهين حمد بن غدير الوهيبي. من ينطلق على المركز أيضا الثاني والمركز الثالث؟ الوصول بشعار محمد بن عامر الحجري. لكن أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول اللي انطلقت سريع إلى المركز الأول بهذا العرض الأجمل والتحدي الجميل والعرض الأجمل. يا سلام يا سلام، هذه شواهين حمد بن غدير الوهيبي. من يقدم لنا شواهين بهذا التحدي الجميل والتحدي المميز؟ يا سلام يا سلام، منفردة عن الجميع بهذا العرض المميز وتنطلق بهذا العرض المميز. يا سلام، تهانينا والناموس سلالة مشغل بن سبعين. يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس لمالك الشاهنية حمد بن غدير الوهيبي المركز الثاني بشعار محمد بن عامر الحجري المركز الثالث، أيضا بشعار سليمان بن سالم المالكي مع جبارة. دقيقة 46 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.